اللي ما عندوش ماضي، ما عندوش حاضر، وما عندوش مستقبل. وإحنا اليوم من دورنا أن نستحفظوا على ماضينا. وانا كيف برشة توينسا يحبوا يحكيوا على ماضيهم، ويحبوا ينبشوا شوية في الذاكرة، ويخرجوا الصور الجميلة اللي فيها، وقديش احنا معتزين ومفتخرين بها. سعيدة جدا أن تكون معنا فقرة قارة موجودة تتحدث وتحتفي، مش تتحدث بركة، تحتفي وتحتفل بالتراث. في الأيامات الفضيلة هذية وأيامات العيد، قديش نتفكروا أياماتنا، نتفكروا تراثنا. سعيدة جدا باستقبال مليكة سنوسي. مرحبا مليكة. مرحبا عفيفة، عسلامتك. يعيشك. عسلامتك مدام ناجية. عسلامتكم السادة المشاهدين. فرحانة برشا اللي أنا في وسط القاعدة المزيانة هذية. عفيفة كالعادة ديما تمتعنا بقاعدة عائلية، بقاعدة ثرية، فيها نوستالجي، فيها الروح نتاع الأيام الزمنية، أيام الزمان. سيدي رمضان، سيدي رمضان، احنا من الدول العربية الوحيدين اللي نقولوا سيدي رمضان. سيدي رمضان خاطر نعظموا فيه كشهر فضيل، نحبوه برشا، والشهر هذايا نتسابقوا على فعل الخير، على جبر الخواطر. وصحيح هو رمضان هو صيام على الأكل والشرب، زادة لازم يكون رمضان هو صيام على أذية الناس واتخاذ المحبة يعني إفطار، يعني المحبة وجبر الخواطر في شهر رمضان هو مطلوب كل يوم، وخاصة في شهر رمضان. هو شنو يصير؟ يصير كونه نقعدوا به نعيش رمضان، ما يزموش يكون شهر معناها نعيشوا فيه، يزمو كل شهر يعيش فينا، نقعدوا يعيش فينا. هكا هي الحكمة اللي فيه. باش نسأل ناجية، أنا باش ندور السؤال شوية، سامحني بعد إذنك. ناجية، علاش احنا اليوم ياسر نحبوا نحكوا على الماضي والتراث؟ وبعدها باش تحضر لنا عاد الفقره نتاعها. مرحبا بك حبيبتي. كما كل اسبوع، علاش احنا ديما نحكيو على الماضي؟ على خاطر كما ديما نقولوا نحن في البرنامج، على سلامتك، اللي راهو ما عندوش ماضي ما عندوش لا مستقبل ولا عنده حاضر. هذيك علاش ديما حتى كي نرشد لي زيتيديون تاعي والا في كونسلتاسيون ولا حاجه، ديما ننصح حتى في التلفزه الساده المشاهدين مستمعين الناس الكل، ديما نقول لهم اقراوا التاريخ، لانه اللي ما يعرفش تاريخ بلادو. حكينا برشا على التاريخ ناجي. يا خويا خلينا الاقربون اولى بالمعروف. طبعا. بما انه احنا في تونس، احفظ تاريخك، افهم تاريخ بلادك، وان شاء الله حتى المسلسلات والدنيا معناتها والافلام ماذا بينا يجبد شويه على تاريخ تونس، خاصه العشرينات الثلاثينات. البرامج كيف هذه، زيد البرامج كيف هذه. هذيك علاش هي بحذينا ديما كل جمعه باش تحكينا على اللباس التقليدي، وباش تحكينا على جمال، على تراثنا المادي ولا انا برشا باستقبالكم ليا بيناتكم. هذايا فخر بي. انا نحب نحكي على حاجه كانوا يعملوها ناس بكري. لا لا وهي... بيه قالت لي بيه مستانسين ببعض الجماعة. بيه مستانسين بيه يا لله يا عزيزة يا غالية تدلل. شوف بكري كانوا ناس بكري في نطاق جبر الخواطر، وفي نطاق الماخذة بالخاطر، وفي نطاق عمل الخير. بكري كانوا ديار المدينة كانوا فيهم سقيفة وفيهم وسط الدار. كانوا كيف يحضروا الطاولة متاع وسط الدار، يحضروا زيها طاولة في السقيفة، وكان فما باب بين وسط الدار وما بين السقيفه. فالطاوله هذيك المنصوبه كانت لاهل الدار، والطاوله الاخرى كانت لعابري السبيل، وكان ثم باب يتسكر ما بين الباب اللي يهز للسقيفه وباب اللي يهز لوسط الدار. علاش يتسكر؟ الباب اللي يطل على الشارع كان يتحل، كان باب محلول، واللي يقصد يقصد دار كبيره. والباب اللي ما بين السقيفه وما بين البيت يتسكر على النساء، يتسكر على النساء، وكان يتسكر زاده لحكمه اخرى اللي هي انه العابر السبيل يدخل ياكل، حتى واحد ما هو راقب عليه، حتى واحد ما يشوفه ما يحسش هو بالحرج، ياكل في عقله ويمشي على روحه وبالستره. احنا كان عندنا مثل يقول لك اذا عملت الخير استروا، واذا جاك الخير انشروا، ننشروا الخير باش الفائده تعم على الناس الكل، والناس يعني تقتدي ببعضها بفعل الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انا فكرتني بحاجه اللي هي صدقوني كانت عند مامتي وامي في اليوم، يعني
اللحمة الزايدة متاع النظيف في التنزل. أي. عمرك للطيب على قد عديد دارك. ديما فما لحمة زايدة كي نقولها ما شكون ولا مميتي الله يرحمها، تقول ليك راهي لحمة الضيف.